الحقيقة يعني لما يكون في رؤية إن إحنا عايزين 2024، وده الهدف بقى أصبح بنسميه كده إيه شورت تيرم دلوقتي مش ميد تيرم، لأن خلاص 2024 حتى في العمل الأولمبي يعني اللجنة الأولمبية المصرية كلامي إن خلاص بكرة 2024، ده إحنا 2028 و2032 لازم نشوف تخطيطنا إيه، ومنتجنا هو أولاد مصر وهو أبطال مصر في كل المجالات، ومنتجنا هو إن مصر بتنافس ولازم تنافس، تنافس في كل مجال، القطاع الرياضي والشبابي زي كل قطاعات الدولة المصرية اللي بتنمو وتتحدى. خطتنا عندنا بطولات، أول بطولة عالم هتكون في شهر 11 القادم، وبعدين اوريدي المنتخبات المصرية كلها معسكرة في المركز الأولمبي، وبدعم أوامر شخصية من معالي الوزير بدعم كافة الفرق البارالمبية، وإن شاء الله هيكون عندنا بطولة أفريقية في شهر 10 لرفع الأثقال، وأيضا هيكون موجود بطولة أول بطولة عالم للهاندبول على الكراسي المتحركة في شهر 9 القادم. دي البطولات خلال هذا العام، وإن شاء الله الفترة الجاية أو العام القادم كله هيبقى استعدادات وسفريات و مؤهلة لباريس 2024. احنا اللجنة اللي تم انتخابها في فبراير في الاربع شهور اللي فاتوا دول الحمد لله يمكن اتعرض نشاط اللجنة في الفترة القصيرة دي، عندنا خطة بنشتغل عليها عشان يعني يمكن انا املي مش 2024، انا بصها ل 2028، ان بدل السنه اللي فاتت او المره الالعاب اللي فاتت طوكيو لما مصر جابت 6 ميداليات، اتمنى ان في 2024 نجيب 12، اتمنى بقى لما نوصل 28 نبقى بنجيب 24 و30 و40، وبدل ما يبقى عندك 10 ابطال بتشتغل معاهم انت عندك 100 بطل، وغير توسيع قاعده الممارسه في يعني في انحاء مصر كلها. احنا اخر بطوله فزنا فيها كانت في جورجيا شهر 11 2022، والحمد لله حصلت فيها على الميداليه البرونزيه، ودي كانت اول محطات التاهيل لباريس، وان شاء الله احنا بنستعد لبطوله افريقيا في اكتوبر هنا في مصر، ودي تاني محطات التاهل لباريس، وطبعا بنتمرن في المركز الاولمبي تحت اشراف كابتن ماهر عزت، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه الفتره الجايه. الحمد لله لسه راجعين من بطوله العالم في ماديرا، كانت من 8 ل 18 يونيو، الحمد لله كان معايا 5 سباحين، معايا عندي ايه جابت ميداليه برونزيه، ملك عملت مركز رابع، يوسف من ابطال بطوله عمل مركز ثامن، عندي زياد هشام جاب مركز ثامن. الحمد لله طبعا كانت بطولة قوية جدا، وكان فترة الإعداد ليها فترة قصيرة، إن شاء الله بنأمل في اللي جاي، وبوعد من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ووزير الشباب والرياضة، وعدونا إن شاء الله إن هم هيوفروا لنا كل الدعم الفترة اللي جاية عشان نقدر نجيب ميدالية في باريس 24 إن شاء الله. بجهز لباريس إن شاء الله بإذن الله، عندنا جدول بطولات المفروض بنشارك فيه، وكل ما بنشارك أكتر كل ما فرصتنا للسفر لباريس بتكتر، وبنجمع نقاط وبنحقق رقم التأهيلي في البطولات دي إن شاء الله، فربنا يسهل. وطبعا بتمرن كل يوم، وكل ما الأولمبيكس بتقرب كل ما التمارين بتتكثف أكتر، وكل ما بجهز أكتر إن شاء الله. بشكر وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية لدعمها للسباحة البارالمبية في مصر، وبشكرهم جدا على دعمهم ليا في السفرية الأخيرة. أنا لسه راجع من بطولة العالم بمديرة في البرتغال، والحمد لله حققت برونزية 100 متر صدر.